حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة متجددة ومن خلال وجودنا في الساحة الرياضية بمنطقة الجهراء ومن ضمن مهرجان صيفكم بارد وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة العديد والعديد من الأنشطة الرياضية المقامة في دولة الكويت. اليوم موجودين في الساحة الرياضية وبطولة تصفيات كرة القدم، خلكم معنا. تستمر منافسات التصفيات الأولية لبطولة كرة القدم المفتوحة للرجال التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة قطاع الرياضة للجميع ضمن المهرجان الرياضي صيفكم بارد على ملاعب ساحة الجهراء الرياضية. وسط مشاركة واسعة من الفرق وشهدت البطولة مباريات ساخنة وقوية ما عكس عن مدى أهمية البطولات الرياضية التي يقيمها قطاع الرياضة للجميع ضمن خطته المتكاملة في المهرجان الرياضي صيفكم بارد. مشاهدينا الكرام سعيدين جدا بوجودنا مع الكابتن نواف الشمري وهو مسؤول عن او مشرف عن فريق ميلان. يعطيك العافيه كابتن، بدعته اليوم صراحه. الله يعافيك، والله هذا بجهود الربع وفضل من الله سبحانه وتعالى. لعبنا الجيم المباراه الاولى فزنا فيها، الثانيه فزنا فيها، وهذه الثالثه فزنا، الحين راح نلعب نهائي المجموعه. مساكم على القوه كابتن. قول لي عن الهيئه العامه للرياضه انشطتها الرياضيه، واشوف اقبال كبير من شباب الجهره وايضا من كل محافظات الكويت على الاشتراك معاكم من ضمن المجموعه. بالعكس الهيئه والشباب الرياضه مو مقصرين، يعني كل صيف قاعد يسوون بطولات وتجمع الشباب وهذا، واجواء حلوه. حتى مشرف قبل فتره لعبنا عندهم، اجواء حلوه، الحين جو عندنا منطقه الجهره. بالعكس الله يعطيهم العافيه، اجواء حلوه حق الشباب وهذا، مو مقصرين صراحه. مساك على القوه. باللي بالبيت وللحين ما اشترك بشيء، ابيك تطالعه وتوجه له نصيحه. والله اقول اللي بالبيت قاعد طافه صراحه، والله طافت، يعني المفروض انه خصوصا الرياضيين. انا تدري من اللي حرني رياضي وقاعد يطالعنا الحين بالتلفزيون رياضي وعارف وين يروح وقاعد بالبيت، يقول لك والله الجو حار، هل كلنا موجودين الجو عادي ما في شيء، عادي تقدر تتقبل الاوضاع، احنا بالكويت ومتعودين على الاجواء هذه. مساك على القوه وما نبي نعطلك اكثر، شنو الخطه اللي حطيتها؟ والله ان شاء الله باذن الله ان صاعدين نهائي المجموعه. يا رب الله يوفقكم. شكرا حبيبي، الله يجزاك خير. أنا بعد لاعب من اللاعبين المميزين، تعرف عليك إيهاب عبد المجيد. حياك الله كابتن إيهاب، وقول لي عن مشاركاتكم في الساحة الرياضية بمنطقة الجهرة، كيف عرفت عن موضوع التصفيات والبطولات؟ وأشوف معاك ما شاء الله صح. والله احنا دايما الهيئة العامة للشباب والرياضة دايما بتنزل على الموقع بتاعنا البطولات بتاعتها، واحنا عندنا ابو محمد طلال ضيبان دايما بيشترك واحنا بنشترك معاه، لان بنحب الجو، الناس هنا ناس محترمين بيمارسوا رياضة للرياضة، بيلعبوا كرة قدم جميلة ممتعة، فاحنا بنحب دايما نشارك معاهم عشان نستأنس ونتعرف على الناس المحترمين اللي موجودين في منطقة الجهرة، منطقة كويسة والناس محترمين. قول لي عن الخطة اللي استعملتوها اليوم، وانت مسمينك بكابتن بيبو اعتقد؟ ده اسم الشهرة بتاعي في مصر بيبو، بس طبعا مش محمود الخطيب. احنا بنقفل مساحتنا في نص ملعبنا وبنلعب على المرتدة، انا بلعب واصحابي بستلم الكوره، زمايلي بيجوا من تحت بنقدر نخطف جون، والحمد لله قدرنا نوصل للمباراه النهائيه في المجموعه ان شاء الله. ما شاء الله عليكم. اشوف بعد في لاعبين من غير مناطق ثانيه، يعني من بعيده احضروا اليوم، من فحيحيل ومن قالوا لنا بعد من منطقه سلوى، ما شاء الله اكثر من منطقه. يعني زي ما قلت لحضرتك ان الجو هنا جميل والناس بتحب تلعب كوره، واحنا مجموعه شباب بنحب نلعب كوره نستانس، فبنيجي نستانس مع الناس المحترمين في المنطقه. مساك على القوه ودائما الكره ان شاء الله تجمعكم على ان شاء الله على خير.
معانا بعد احد اللاعبين المميزين، تعرف عليه كابتن عبد الله السيد اسماعيل من مصر. اليوم فريق ابو محمد فريق كويس ممتاز. اول مباراه الحمد لله ربنا وفقنا كسبنا، والمباراه ثاني مباراه برضو نفس النظام كسبنا، وبنلعب الماتش الثالث ان شاء الله ربنا وفقنا ونصعد ان شاء الله. الله بيقول لي عن الفريق كيف كونتوا، طريقة الاشتراك، التصفيات اللي قاعدة تصير، أسمع أن معاكم لاعبين كبار. إيه الحمد لله أبو محمد ماشي كويس في التنظيم، ماسك الإدارة كويس، هو اللي بيتعاقد مع اللعيبة بيجيبهم ومستمرين إن شاء الله مع بعض الموسم ده. الجواز اللي حطتها الهيئة العامة للرياضة وتشجيعا للشباب بالصيف ومهرجان صيفكم بارد، أكيد السنة مختلفة عن السنوات الماضية، كلمني عن إقبال الشباب على المشاركة، إن شاء الله تكونوا مبسوطين في هذا الصيف. لا والله بطولة كويسة إن شاء الله، إن شاء الله تكون أحسن من السنة اللي طافت، بس إن شاء الله موفقين إن شاء الله. غير كرة القدم ما قلت لي عن هواياتك، شنو اشتركت فيه بعد من أنشطة من خلال الهيئة العامة للرياضة؟ كان عندكم بيبي فوت وبلياردو تنس كثير من الألعاب. برضو رياضة البيبي فوت شاركنا فيها فزت ولا؟ يعني التصفيات طلعنا من نهاية وملعب الصابون كذلك، وبعدين التنس طاولة برضو والبلياردو برضو بنشارك الحمد لله. مطلوب وأبي الصدقات، هل في صدقات رياضية جديدة تعرفت على ناس؟ أكيد أكيد إخواننا كويتيين ناس محترمين وكويسين، فالتعامل كويس الحمد لله. يعني بالمشرفين اللي موجودين قاعدين يساعدونكم، المدربين الموظفين التابعين للهيئة العامة للرياضة؟ لا والله ما قصروا، مشكورين واجب، ما قصروش في أي حاجة الحمد لله. الحمد لله يعطيك العافية حبيب. الحمد لله نورتنا وما نبي نأخرك على المباراة. يسعدنا وجود احد المسؤولين بالهيئه العامه للرياضه كابتن احمد حبشي، احد المنظمين المميزين، يعطيك العافيه كابتن. حياك الله. يعطيك العافيه كابتن، مرحبا. يعني يعطيكم العافيه، ودوركم جدا جدا كبير في تسهيل عمليه دخول وتسجيل ومتابعه، نشوفكم ايضا خلف الكواليس. تكلمني عن طبيعه عملكم اليوم وشلون لاقي اقبال الشباب على رياضه كره القدم. احنا اليوم الحمد لله بدانا بطوله كره القدم بساحه الجهره الرياضيه، عدد المشاركين 64 فريق، كل يوم بنصفي مجموعة من 16 فريق، وما شاء الله في إقبال جامد على البطولة. وطبعاً الهيئة مو مقصرة، بتقدم جوائز وكؤوس وميداليات حق المشاركين، بتشجعهم ضمن برنامج صيفكم بارد. أبي بالنسبة للجوائز يعني وحتى قيمتها أكيد يهمنا نعرف، يعني إذا كان عندكم بعض التفاصيل تقول لنا إياها، أعداد الجوائز، قيمتها، الميداليات. أنا سمعت في كؤوس. طبعا هم الثلاث مراكز الاولى بياخدوا جوائز، المركز الاول كاس وميداليه ذهبيه لكل لاعب، زاد 100 دينار لكل لاعب في الفريق، يعني الجائزه 1000 دينار للفريق الاول، والفريق الثاني كاس وميداليات و80 دينار لكل لاعب، المركز الثالث 70 دينار لكل لاعب برضه ميداليات البرونزيه مع الكاس المركز الثاني. والله حلوين الجوائز يعني ويشجعون الناس على الاشتراك. أبي السنة من ضمن مهرجان صيفكم بارد شفنا العديد من الأنشطة بمحافظة الجهرة، كلمني عن التعاون بينكم بين محافظة الجهرة، كيف لقيتوا أيضا التسهيلات المقامة من قبل أكيد المسؤولين اللي تعاونوا مع الهيئة العامة للرياضة؟ طبعا دي مو أول مرة احنا نسوي بطولة بالجهرة، احنا كل سنة مع تعاون محافظة الجهرة بنقوم بطولات هنا بساحة الجهرة الرياضية، منها بلاي ستيشن، بيبي فوت، بلياردو، كرة قدم، وما شاء الله كل عام كل سنة إن شاء الله بنحاول إن احنا نوسع النشاط لمحافظة الجهر إن شاء الله. أعطاكم على القوة ولقيتوا تعاون وترحاب. طبعاً والنعم فيهم كلهم طبعاً. لا أبي بعد كلمني كابتن عن الأنشطة عموماً، يعني اللي أول مرة يشوفنا الحين بالتلفزيون، يا ريت بعد نتكلم عن اللي ما سبق من أنشطة وبطولات، كان عندكم كثير من الأشياء. احنا مو مختصرين على صيفكم بارد، الهيئه صراحه مو مقصره، يعني احنا حتى في الشتاء بنقوم بطولات في هذا راح اسالك عنه بعدين، بس قبل اللي سابق شنو صار من بطولات؟ في كل عام بنقوم نفس البطولات في الموروث الشعبي، برضو كره قدم، بيبي فوت، بلاي ستيشن، بليارد، ودومينو، والعاب شعبيه.
معلوم ممتاز. كل سنة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، ومو بس صيفكم بارد، عندكم فعاليات أيضا شتوية وما بعد الشتاء في ربيعية. أكيد كل عام. شنو عندنا بعد ألعاب في، أنا سمعت بالسالمي بالموروث عندنا أشياء بالشتاء. كل سنة احنا في الموروث الشعبي بنقيم بطولات، في سباق ماراثون الجري، سباق الدراجات، كرة قدم، كرة قدم براعم وكبار، بيبي فوت، بليارد، بلياردو، دومينو، ألعاب الشعبية، كل شيء بيقام. تاكم على القوة. بالنسبة للي اليوم يحضر، كيف طريقة الاشتراك معهم؟ احنا خلاص سكرنا تسجيلنا، احنا بدأنا البطولة، احنا بنعلن، بنعمل جروب على الواتساب، الفرق بتبقى مفتوح التسجيل في بيان صحة بيان الرياضية وصحة مشرف الرياضية، وبيجوا الشباب يسجلوا بقى عندي. تاكم على القوة. وموقع الهيئة العامة للرياضة أيضا بالإنستغرام يخدم اللي يحبون يتابعون الأنشطة الرياضية. طبعا موجوده على موقع الهيئه وبنعلن قبلها بفتره عشان الناس تيجي تشارك معنا. يعطيك العافيه، شكرا لك كابتن احمد حبشي ونورنا، ومن خلال هذا اللقاء فاصل ونواصل، خلكم معنا. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا اليوم من خلال وجودنا في الساحة الرياضية بمنطقة الجهراء، وتصفيات وجولات لكرة القدم من خلال وجود مجموعة من نجوم كرة القدم في منطقة الجهراء، وأيضا العديد من اللاعبين من كافة محافظات الكويت. خلكم معانا، وكل يوم العديد من الأنشطة من ضمن فعاليات صيفكم بارد. صيفكم غير، صيفكم بارد.